صباح الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا فيديو عن مساج الوجه ورياضة الوجه. مساج الوجه ورياضة الوجه، جيمناستيك فيس. أول شيء أو يوغا أوف ذا فيس. أول شيء بنبدأ فيه مثل كل مرة أو مثل العادة هو تنظيف البشرة. تنظيف البشرة هو الأساس دايما. هلا دايما بتمنى تتابعوا آخر الفيديو، لانه باخر الفيديو دائما عم حط شيء جديد. اللي عم بيصير خلال الفيديو انه نحن هاي مثل تمارين الاحماء اللي بنعملها، سواء كان تدليك او بعض الانواع الرياضات مثل الكارديو قبل ما ترفع اثقال. نفس الشيء انتم انتبهوا انه الفيديوهات ممكن تكون متشابهة بداية، ولكن إلا ما مرق معلومة معلومتين مختلفين. تمام، دايما بمرق معلومة أو معلومتين مختلفين أو أكثر، وآخر الفيديو بده يكون شيء جديد تماما. هلا أنا بدينا بتنظيف البشرة، وأسس العناية بالبشرة هي تنظيف، ترطيب، تغذية، تقشير، تنشيط. هذا الشيء لازم ننتبه عليه دايما. هذه الأسس لازم نراعيها دايما: تنظيف، ترطيب، تغذية، وتقشير، تنشيط، إضافة إلى استخدام الكريم الواقي الشمسي. عادة ببدأ بمساج ببعض الحركات، وأنواع الكريمات اللي بنستخدمها عادة هي مختلفة. ما عم بعمل دعاية لنوع محدد، ولكن ممكن ما طبقون كلهم، او ممكن ركز، لانه عادة الفيديو رح يكون ياخد وقت كويس يعني. فرح نبدأ باول شيء، رح نبدأ بالتدليك. رح استخدم اول شيء احد الكريمات الممكن كتير، بيبانتين، احد الكريمات اللي هو B5، وكان صيحة قبل شيء نقول شيء 25 سنة. لما طبعا انا بعرفه قبل، وبعرف انه البي 5 البانتوتينيك اسيد يعني، والانواع تاني من فيتامين بي بتفيد كتير البشره والشعر، وخصوصا بالنسبه للشيب والتساقط بالشعر. فبي 5 وقتها عملوا منه الشامبو البي بانتين، وهذا هو البي 5. طبعا مثل ما قلنا، عادة أي كريم بدك تستخدميه أو بدك تستخدمه، استخدمه على وجهك ورقبتك وعلى ظهر اليدين، ظهر اليدين. فنحن تمام وزعنا شوي الرقبة مثل ما قلنا، تدلك برفق من أعلى إلى أسفل في الجانبين. استخدم هذه مثل كأنه عم بعمل دوائر، بحيث يأخذ التدليك صورة دائرية. إذن الرقبة تدلك برفق من أعلى إلى أسفل بالوسط، سوري، أعلى إلى أسفل بالوسط، بعدين بروح على الجانبين وبصير من أسفل إلى أعلى. هذه الأصابع الأربعة إذن بالمجمل بالوسط، من هذا الشكل العينان. هلا شوفوا، رح احط انا كريم عين، ولكن بالنسبة لكريمات الحول العين او تحت العين مختلف عليها بين فائدتها. في منهم بيقولوا لك ممكن تستخدم الكريمات التي توضع على الوجه للمنطقة تحت العينين، وفي منهم لك لا، الكريمات تحت العين بدها كريمات خاصة. مختلف عليها، ولكن بالمجمل في بعض انواع الكريمات اللي تستخدم للوجه مثل فيتامين سي ممكن تستخدمها تحت العين، الريتينول ممكن تستخدمه تحت العين اول فترة بالريتينول عادة بالمجمل، هاي الاصبع الاساسية. اذا هيدي الرقبة، هاي المنطقة حول العينين ممكن يكون بهذا الشكل بالسبابة والوسطى، ممكن يكون بهذا الاصبع بهذا الشكل. ممكن نعمل إذن
هاي بالنسبة للمنطقة تحت العين. نرجع بالنسبة للريتينول، ممكن بداية بالاستخدام للوجه ويوضع مساء، ممكن يوم ايه يوم لا، تحت العينين ممكن يومين على الثالث. تمام، اذا من الكريمات اللي كتير الجيدة للمنطقة او للوجه هي فيتامين سي. تركيزات تبدأ تقريبا من 10 ل 15 وقد تصل الى ال20، منها بنقول فيتامين سي والريتينول. الريتينول كمان بيساعد كتير بتخفيف التجاعيد، هي من مشتقات الفيتامين اي. اذا هذه هي الرقبة وهذه هي المنطقة حول العين، الخنصر البنصر بهذا الشكل مع اتجاه عقارب الساعة او بعكس اتجاه عقارب الساعة، او ممكن نستخدم السبابي والوسطى بالضغط، وهذه بتأثر كتير بتصريف اللمف. يعني تقريبا لما بدنا نقول بدنا نصرف اللمف الضغط بهذا الشكل، وبالنسبة لتنشيط الدورة الدموية بهذه الإصبع بيأثر أكثر، إما باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، وعادة اعتمدوا جهة واحدة عشان تتحرك الدورة الدموية بجهة واحدة. طبعا الأنف يدلك من أعلى إلى أسفل، طبعا ثم بشكل دائري عند العينين وعند أطراف فتحتي الأنف. هل عادة هيدي هي النيزوليبيال، إذا الأنف يدرك من أعلى إلى أسفل ثم بشكل دائري عند العينين وعند أطراف فتحتي الأنف، من أعلى إلى أسفل ثم بشكل دائري عند العينين وعند أطراف فتحتي الأنف. الذقن تقريبا بدنا نرفع هيك، نوضع الإبهام هيك، ونخلي الأصابع تتحرك جيئة وذهوبا يمين ويسار وهذا الشكل. الخدان يدلكان بالأصبع، يدلكان بالأصبعين الأوسط والبنصر بطريقة لولبية بشكل هالات، طبعا من الأسفل للأعلى. هذه المنطقة عادة بالمجهل انتبهوا ما لازم تحقن. رحت كمان شوية بانتينول، في بقايا كريمات رح أحاول استخدامها. طبعا انواع الكريمات اكيد بدكم كريم مرطب، البشرات اللي عرضة للتصبغ ممكن تحط كريمات توحيد لون، خد لك الهون دايما لازم هذه المنطقة تكون ممتلئة شوي وهذه المنطقة لازم تكون فاضية. الخدان يدلكان بالأصبعين الأوسط والبنصر بطريقة لولبية بشكل هالات، طبعا من الأسفل للأعلى. إذا العينان هن السبابي والوسطى، أما الشفتين تمرر السبابي والوسطى عليهما باتجاه عقارب الساعة أو بعكس اتجاه عقارب الساعة. هلأ أنا عندي لحية فمش ما حيبين كتير، ولكن بيساعد لتخفيف التجاعيد اللي هي بتكون مثل أشعة الشمس أو بتعطي مظهر مثل صرة الكيس. الجبين بهذا الشكل، برجع تاني مرة، طبعا هذا كريم توحيد لون كنت استخدمه تقريبا خلص.
كنت استخدمه بعد التقشير، عادة بعد التقشير أكيد بدكم تستخدموا كريم واقي شمسي، رح تستخدموا مع الكريم الواقي الشمسي أكيد كريم مرطب. عدد مرات الترطيب تختلف طبعا حسب أنت حاجة بشرتك، حسب أنت ممكن تمسح العرق، تغسل وجهك، تغسلي وجهك، فإذا عدة مرات ممكن نحن نستخدمهم فيها. طبعا الجبين بهذا الشكل. طبعا هلأ بالنسبة لتحريض نقاط الضغط والنقاط الألمية، ونعمل مثل تقريبا قلنا المساج ممكن يكون بهذا الشكل، تمام، وممكن يكون المساج ضغط فقط، ضغط فقط، ضغط فقط. طب هل عادة بالنسبة للصدغين رح نضغط عليهم بهذا الشكل، بالنسبة للذقن بالإصبع قرص بينشينج بين الإبهام والسبابة، بالنسبة للعينين مثل ما حكيت قبل، أنا حكيت عنه لما بدينا بأول شيء. سبابة والوسطى ضغط ضغط ضغط. هلأ عادة بالنسبة للتنفس، هاد كمان حكيت عنه قبل، التنفس نحن معظمنا تنفسنا خاطئ، دايما بنتنفس بطريقة خاطئة، فما بيدخل هواء مزبوط على الرئتين، تنفسنا خاطئ، سريع سطحي، سريع سطحي، سريع سطحي، سين سين. فعادة بالمجمل هذا التنفس ما بيخليني أنا أخذ أكسجين كفاية، الأكسجين هو اللي أنا بده ينتقل عبر الكريات الحمر، وبده هو يخليني نحنا وبده أكيد يسرع الاستقلاب، ينشط الاستقلاب. عادة في شيء كان اسمه البرمجة اللغوية العصبية، بالبرمجة اللغوية العصبية عادة كان لازم قبل ما تبدأ أي شيء، وهي عادة ممكن نشوف هي ملاحظات بسيطة، ملاحظات بسيطة ولكن هي لها فائدة كبيرة. نتنفس بإكس ثم نحفظ باثنين إكس ثم زفير إكس مربع، يعني بتنفس بثلاث ثواني احبس 6 ثواني زفير 9 ثواني. ممكن مع الزفير تقول الاحرف الصوتيه اي اي واي او يو، يعني لما انا بدي اتنفس هذا كتير بنشط، بيعمل تمثيل للبطن. لما بدي اتنفس اقول اي اي، فبيعمل تمثيل للغدة الدرقية. لما بدي اتنفس اعمل زفير اي اي، جربوا بتحسوا كأنه دماغكم تعبى بالدم. بالنسبة للاو او او، دايما بتشوفوا الرئتين كمان تعبت بالدم. واليو يو يو، هاي كتير بيساعدني لرفع ضغط الدم. هلا بعض الحركات، هلا عادة اعذروني انا بالمجمل لازم عامل هذه المنطقة، نفس الشيء بالكريمات، وعادة ما بحب يجي على التياب شيء، هاي أول ملاحظة. ثانيا ليبين حركة العضلات، لأنه تشتغل هذه العضلة البلاتيزما بتشتغل ما عند القص والترقوي كلافيكل، بتستند على الفك السفلي، ف
في ممكن بعض التمارين بنحكيها بعدين، لازم نكون لابس كنزي ونفصلها لبعضه. شو بدي كمان نذكركم، تقريبا هدول هن. بالنسبة للجبين مثل ما قلنا دايما حاولوا حطوا الكريم، والجبين يفضل هذه الحركة بهذا الشكل. هاد مساج لما بدنا نعمل نحن تقريبا تمارين بشكل انه تساعد تخفي هذه الخطوط الافقية. طبعا لنقول ملاحظة، ملاحظة قبل ما نكمل، او كذا ملاحظة قبل ما نكمل. هذا بيساعد لما بنعمل بوتوكس، لما بنعمل فيلر. انا بعمل بوتوكس بس عادة بالمجمل فترة بيناتهم لازم تهتم او تهتمي بالبشرة. وهذه الفيديوهات بتساعدكم، اتمنى تشتركوا بالقناة، تنزلوا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، شاركوا الفيديو مع اصدقائكم، واعملوا لايك اذا عجبكم، اذا ما عجبكم اعملوا ديسلايك. فعادة بالمجمل هذه التمارين لما بدنا نقول على هذه التمارين، اذا نحن عاملين بوتوكس فهي ممنوعة قبل مرور أسبوع، فيلر ممنوعة قبل مرور أسبوعين، الخيطان ممنوعة لمدة شهر، البلازما تقريبا 3 أيام إلا إذا كان عاملين بلازما مع درمابين، فمينيموم أسبوع إلى 10 أيام بعدها. لازم ننتبه على هذه المعلومات وما نخلط بيناتهم. هلأ بالنسبة للجبين قلنا الصدغين عادة ممكن نضغطهم هيك. هلا عادة نبدأ نحن مثل لما الشخص بده يرفع أثقال، هذه المنطقة بالمجمل لازم نحن ننتبه بالنسبة لهذه المنطقة، إنه نحن لما نعبس وتنزل العضلة للأسفل نحن بنعادلها بهذا الشكل، بشكل نرفع العضلة بإيدينا وتخلي العضلة تنزل، فهذا بقوي العضلة أكثر. هاي بالنسبة ل الجبهة. بالنسبة للعينين ممكن بهذا الشكل، راح احتاج كلينكس. بالنسبة للشفتين ممكن نمد الشفتين إلى الأمام ونغلق الفم، غلاق الفم الأمام. هذا بيساعد كتير بتنشيط العضلات حول الشفتين، أوربيكولاريس أوريس. إذا بالمجمل هذا إذا عامل فيلر فهذه الحركة ممنوعة، ما بصير تعمليها قبل مرور أسبوعين بعد الفيلر. تعملي فيلر للشفاء تمام، ممنوعة بعدهم لمدة أسبوعين. بالنسبة لل هذه الحركة هاي الحركة بتقوي العضلات حول الفم. هون قلنا في عضلة بتشبه الكعكة، وهون عضلة بتشبه الكعكة، أوربيكولاريس أوريس وأوربيكولاريس أكولي. بالنسبة لل مد اللسان، نحاول نلمس ذروة الأنف، طبعا مثل ما قلنا ممكن انا وعم بعمل زفير اقول هذه التمارين اي اي واي او يو اي اي ا او اي واي او يو
عادة هذه التمارين بترجع بتعمل ستراكشر، بترفع العضلات اللي بالخدين، بتنحف هالمنطقة وبتشد لي الفك. هل عادة بالنسبة للشفاه ممكن تستخدموا نفس الكريم المرطب، ممكن تستخدموا بشكير وتدلكوهم فيها لشوي. تقريبا لعشر ثواني. هلا عادة بشكير لأنه شوي التكستشر فيه، فممكن يعمل مثل البيلينج. هلا برجع تاني مرة، رح أحكي أو رح أذكركم هيك بالمجمل ببعض الكريمات اللي هي الأبسطهم، هي الكريمات البسيطة اللي ما فيها. خلصنا نحن من التنظيف، نظفت البشرة مظبوط. هلا الكريم اللي هو كمان حكينا على البي 5، هو الالوفيرا. طبعا في انواع منه، في نوع مثلا نقول تقليد او ما شابه ذلك، وفي انواع. هلا انا ما بتوقع هذا هو النوع الاصلي بصراحة، ولكن هذا رح نستخدمه للترطيب. والأليفيرا عملت عنها يمكن فيديو سابق. هلا أنا اليوم رح أعمل فيديو عن البشرة وفيديو عن الشعر. كان الفيديو السابق عن الشعر وزيوت الشعر، استخدمنا الزيت اللي يستخدم بالمكدوس والزيت اللي مع اللي بيجي مع الزيتون. حسيت بشوية حكي، شوفوا كيف رح ريحة ما حسيت، بس بالمجمل بالنسبة للناس عادة بالمجمل رح احكي. هاي الالوفيرا اتوقع ايتول ممكن مش تكون الاصلية، لكن عادة بالمجمل الالوفيرا لها استخدامات كتير، بس حطيتها لذكركم فيها. ممكن ارجع انا استخدم كمان هلأ تابع شو رح ممكن استخدم كريمات تاني. هلأ عادة بالنسبة للمنطقة قلنا هون في عضلة اسمها البلاتيزما، بنقول مثلا تنشأ او هون من هاي المنطقة وبترتكز على عظم القص. هاي ممكن انا ممكن شفته على القناة الثاني ممكن، او الاولى اللي هي هناك هاي القناة الثاني. ممكن اعمل بوتوكس لنعمل نيفرتيتي تكنيك، ولكن بالمجمل انتو شايفين او ملاحظين في قناتين، في وحدة للاشياء الكومبلمنتري ميديسن، وفي قناة للجراحة هي بالمجمل والغذاء من وجهة نظر زمر الدم. أحيانا بعمل فضفضة، نقلتها يمكن رح أنقلها لقناة تالتة، هي مسؤولة عن فانك شوي طاقة المكان وما شابه ذلك. هلأ بنرجع للبلاتيزما، تدليك بهذه بشكل دائري بالمنتصف للأسفل بالجانبين للأعلى، منتصف للأسفل الجانبين للأعلى. ممكن نستخدم هذه الطريقة، تمام. بالنسبة للخدين مثل ما قلنا البانصر والوسطى، طريقة لولبية بشكل هالات للأعلى. هون دايما نحن لازم نرفع للأعلى. هون حكيت بالنسبة لهذا التدليك ممكن يكون هيك الخنصر البنصر والوسطى بهذا الشكل، هون عم قولن سريع. هلا بالنسبة للنيزوليبيان، هيدي هي النيزوليبيان، عادة بالمجمل إذا النيزوليبيال بدنا ننتبه عليها، هي هذا الخط ما بين جناح الأنف وزاوية الفم، الخط بين جناح الأنف وزاوية الفم. هاي ممكن تشتغلوا عليها بهذه الطريقة، بهذه الطريقة
أنا بعمل هون بهذه المنطقة بعمل ميزوفات لخفف الدهون. ممكن الناس بتعبي فيلر بس أنا ما بحب إلي بشكل شخصي، في ناس ممكن تكون محتاجة. هلأ تقريبا حسيت حالي استوفيت المناطق، برجع كان الأساس هو اليوم البيبانتين. طبعا نحن عم نحط كتير لأنه في كذا تمرين لحد نوصل بآخر شيء. طبعا عم بذكر كل مرة معلومات جديدة، ممكن عم تنتبهوا على هذا الشيء، ممكن تشوفوا بعض الحركات، مش بعض الحركات البيز إلها نفس الشيء ولكن هن بيختلفوا ببعضهم. بالنسبة للشعر عادة بالمجمل تربية الشعر ما بتجي من هون يعني بشكل أساسي، بتجي عادة المنطقة اسمها القفوية. تمام، إذا تدليك الشعر بده يكون بالأصابع، نفس الشيء لما بنستخدم هون هيك هون. لما بعمل بوتوكس للشقيقة، الناس اللي عندهم شقيقة، بنحقن أول شيء بهذه العضلة. تمام، وبنحقن بالرقبة، بنحقن هون، بنحقن بالجبهة. تقريبا هذه هي المناطق اللي بنحقن فيها. تابعوا الفيديو اللي بعده لتشوفوا شو ممكن استخدم انا زيت بعد زيت بعد زيوت، لانه ممكن يسبب الزيت الموجود بالمكدونس حك بالمكدوس سوري حكي او ريحه. ما طلع عندي ريحه بس حسيت انا بشويه حكي. هاد بالنسبه للفروه عادة بالمجمل. نرجع تاني مرة بالنسبة للتمرين، الناس لسانهم طويل بتعرف حالها وكتير بيفيدها هالتمرين، اعملوه كتير احسن ما تحكوا على البشر. لازم نمد ونحاول نلمس ذروة الانف. تمام، هذا التمرين الأول. التمرين الثاني، أغلق الفم، أطبق الأسنان بشدة، شد لسانك إلى جذور أسنانك الأمامية. هذا كتير بيقوي سقف الحلق، بقوي قاعة اللسان. قاعة اللسان مرتبطة كتير بكل عضلات أسفل أو الدقن، وهذه المنطقة. دائما هاي من التمارين بتنشط عضلات العنق. عادة ممكن نميل راسنا للوراء قليلا، ضع احدى يدك على حلقك وافتح فمك. هاي بهالطريقة نحن بنحاول تشنج العضلة، نحاول نعمل لها مساج بشكل تخف التجاعيد الموجودة هون. قلنا التمارين الثاني، التمارين الثانية المعلقة بالجسم ما بقدر هلا رح تكون مرتاح هلا. عادة بالمجمل قلنا في بعض النقاط اللي هي تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة، تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة، تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة، وعندي اس واحد اس اثنين اس ثلاثة. إذا بالمجمل إذا حفظناهم تي واحد تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة، أرجع أحط كريم شوي على الجبهة
هذه اسمها الجبهة الفرونتر، وهذه هي الصدغية تيمبورال. طب رح نعيدهم تي واحد تي اتنين تي تلاتة تي اربعة، وعندي انا اس واحد اس اتنين اس تلاتة. هلا بالنسبة ل رح نوضع راحة اليدين على خط الفك، ونوضع الجهة الثانية بهذا الشكل. هذا أول تمرين. هذا التمرين بيساعد يخفف نزح يزيد نزح السوائل، يخفف الانتباج إذا عندي بوجهي بهذا الشكل. التمرين الثاني من هون راح اطلع من هاي المنطقة، دخلنا لهون لهون لهون، طبعا تي واحد تي أربعة، تي واحد قلنا تي اثنين تي ثلاثة تي أربعة، هون من تي واحد لتي أربعة، تي واحد لتي أربعة. في عندي أنا هون عضلة اسمها الجلابيلا، وهي اللي بتعمل لي خط 11 أو 111. هاي لما بنحقن بوتوكس عادة الجلابيلا إلى أشكال كتيرة، وبيوصل بينها تي واحد تي أربعة. هون بنحقن بوتوكس. هلا انتو لما بتبدوا تضغطوا بهذه المنطقة ممكن تحسوا بشوية ألم، الألم يتبع الألم احتقان السوائل بهذه المنطقة. فتي واحد تي أربعة كتير بيساعدكم لتخففوا من الجلابيلا. هاي أول استطباب للبوتوكس بدي بهذه المنطقة تي واحد تي أربعة، تي واحد تي أربعة، وبيساعدني كمان. حاولوا اضغطوا من تي واحد لتي أربعة، وحاولوا بهالإصبعتين هدون ارفعوا طرفي الحاجب كمان إلى الأعلى. بالنسبة للتمرين مثل ما قلنا من تي واحد لتي أربعة. التمرين الثالث رؤوس الأصابع كمان لثلاثة، من تي واحد لتي اتنين، تي واحد تي اتنين، تي واحد تي اتنين، نفس الشيء. وفينا ممكن نمر من تي واحد تي اتنين تي تلاتة. أنا أحاول أختصركم لنوصل ل تي واحد تي اتنين تي تلاتة. هلا بالنسبة ل الاس واحد اس اتنين اس تلاتة، كتير بيساعد تخفيف اللمف تصريف السوائل بهذه المنطقة. إذا برجع تاني مرة، ممكن أحد أسباب أو أحد طرق التدليك، أنا عم بستخدم كتير بيبانتين بهذا التوزيع وبرؤوس الأصابع، تدليك بهذا الشكل بيساعد كتير على امتصاص الكريم، وبيساعد على تنشيط الدورة الدموية. مثل ما حكينا هي شكل الأذن هو شكل الجنين، بطن أمه، هذا الرأس وهذا الظهر. إذا تدليك الأذن كتير بيساعد على تنشيط الدورة الدموية. في بعض التمارين هون حكيتهم، مثل هذا التمرين تحاول بهالوضعية بتتوتر معي البلاتيزما، بمسك حاول دلك هذه المنطقة. إذا من أمل رأسك إلى الوراء قليلا، الفم بهذا الشكل، تدليك لهون تدليك لهون.
هلا عادة أنا حاكي على بعض التمارين. هلا لتقوية عضلات الفك رح أحاول أنا أضغط بقبضة اليدين أحاول أعاكس هذه العضلة فبقوي الفك. هاد اللي عاملين تكساس ممنوع أكيد قبل مرور أسبوعين، قوي عضلات الفك والشفة السفلى. تمرين تاني برفع ايدي وبحاول عاكسه بهذا الشكل، برفع ايدي وبحاول عاكسه. هذه التمارين تبعتي 1 2 3 4 S1 S2 S3. هلأ أحد التمارين بالنسبة للشفاء هذا الشكل، الفم تقريبا مغلق، شفاء بهذا الشكل، حاول افتح. شايفين عم يحرك لي الشفاء، عم يقوي لي اسمها الاوربيكولاريس اوريس، عم يقوي العضلة، عم يقوي العضلات اللي هون اللي هي عند الزيكوماتيك، وقوي العضلات الفك السفلي، عم يحدد لي شكل الفم. هلا بعد لنمر للكريم الثالث اللي راح احكي عنه اليوم، هو الكيو 10 كيو 10 كيو 10 كيو انزيم 10. هو الانزيم اللي بيشتغل على حلقة كريبس وبيساعد كتير. تقريبا هدول الكريمات اللي راح استخدمهم اليوم. تمام، توزع قلنا في بعض انواع الكريمات ممكن تستخدموها للمنطقة تحت العين. طبعا اي كريم قلنا استخدمه لليدين، الرقبة هي قاعدة الجمال مع الوجه. هلا بالابتسام تحرك 17 عضلة. هلا الدلفين عادة بالمجمل لما بدنا نعمل حركة الدلفين بالابتسام، نحاول إذا بدي أرجع أوضح لكم، حاول نبتسم مع هذه الحركة اللي بيخفي لي انا ما يسمى سايد سمايل. هاي نحن لما بنحقن فيلر بندخل من هذه المنطقة وبالكانيولا بحقن هذه المنطقة وبرفع الشفة. هلا الدلفين بعاكس حركة الفك السفلي بظهر اليد، بحرك هذه الحركة. شوفوا الدلفين تقريبا بيعمل هيك بالنسبة لهون. هلا بالنسبة للوجنتين تشكيل حرف او بالشفتين محاولة الابتسام. هيدي بيرفع العضلات الوجنية كتير. هلا بالنسبة لهلع الحركة بتشد لي كتير عضلات اسفل أو باطن الفم. نمد لساننا بنفس الوقت، نعمل هذه الحركة. بالنسبة للشفتين إذا هذه الحركة بتساعد كتير، تخفف لي الساد سمايل وبترفع زاوية الفم. تقريبا لتعمل اكتناز اكتر بالشفتين وهو ممنوع لنا قبل مرور اسبوعين. هلا هذه التمارين لا تغني عن الفيلر والبوتوكس ولكن مكملة لهم.
وانا بحب اعمل كومبينيشن بين الكل بالنسبة للزقن المزدوج. الزقن المزدوج هذا بيشبه السنجاب. رح احاول الاسنان والشفه السفليه واضحه، الشفه العليا تطلع فوق الاسنان والشفه السفلى تغطي الفك السفلي واسنان الفك السفلي. بالنسبه ل هذه المنطقه حاول ارفع، نحن بحاول ب البنصر ارفع، وفي هذا الشكل انا بخفف بخفف قلنا الجلابيلا وبخفف التجاعيد اللي باسفل الجبهه. عاده البومي، عاده تمرين البومي، البومي دائما عاده ما لها عضلات بتتحكم ب كرة العين، لهيك بشوفوها بتدير رقبتها كلها لتطلع، ما عندها عضلات بتخليها كرة العين تتحرك. تمام، فإذا البومة هذا الشكل، نحاول نفتح العينين قدر الإمكان، وهذا بيساعد على تنشيط العضلات الأوربيكولاريس أوكيولي. طبعا هون قلنا استنجاب هيك، هو بيخفف كتير استاسماي، كمان بيساعد عضلات الشفة. هون لا، العليا أعلى السفلى أسفل، هاي بتساعد. هذا اسمه تمرين البطة. هلا عادة بالنسبة للشكل الصيني، عادة هذا التمرين بيساعد كتير على تنشيط الدورة الدموية، بشد العضلات. هلا بالنسبة ل تدليك المنطقة حول العين، قلنا بهذه المشرح حطي كريم، ولكن لأنه صار كمية كبيرة أثر شوي على كمان. عندي هون عضلة اسمها الأوربيكولاريس أوكيولي، ممكن زيدهم للتدليك لحولهم. دايما هالمنطقة حاولوا ما تحقنوها. أنا عم بستخدم هون الكيوتن، نرجع بالنسبة لنا لما بنبدأ ممكن نشتغل على العضلة الدويرية للعين أوربيكولاريس أوكيولي، ممكن تشتغلوا على الكلابيلا وممكن تشتغلوا بشكل أكتر. هون عم بوصل أنا من تي واحد أوصل للإس واحد، تي واحد إس واحد، تي واحد إس واحد. هذا أكتر شي بيأثر على هذه العضلة اللي اسمها الجلابيلا، اللي بتأثر تعمل لي خطين 11 أو ثلاث خطوط 100 أو 11. بالنسبة للرقبة قلنا بالمجمل، حكيت لكم أما التدليك بهذه الأصابع بهذا الشكل أو ممكن بهذا الشكل. هون عم نوصل للتدريب لللمف ليأثر على هون. عادة قلنا هاي نيزوليبيال اسمها، وهيك يعني تدليك عليها بالاصبع البنصر والوسطى من الاسفل للاعلى، وممكن بهذا الشكل، ممكن بهذا الشكل. هلا الرقبه قلنا بالمجمل او حكينا عن
رح وصل هون. طبعا هن التمارين كتيرة، رح حاول اعطيكم شي جديد اليوم، رح حاول اعطيك مشان ما تملوا، رح شوف لوين رح وصل. طبعا بالنسبة لتليين الجبهة والتخلص من التجاعيد الأفقي، ضع يديك الاثنتين على جبينك وشديه للأعلى فيما تقومين بالنظر إلى الأسفل. حافظي على هذا الضغط لمدة 5 ثواني. كرر التمرين 13 مرة قلنا من قبل. تمام، تمليس الجفون العليا، طبعا مثل ما حكينا السبابة والوسطى، ضغط بهذا الشكل، ضغط بهذا الشكل، ضغط بهذا الشكل، ضغط بهذا الشكل. طبعا لرفع الخدين إلى الأعلى يعتمد هذا التمرين على فتح الفم والتلفظ بحرف كما لو كنا في جلسة تشخيص طبي، سنشعر عندها بأن القسم الأسفل من الوجه يتقلص، والمطلوب الحفاظ على هذا التقلص لبعد ثواني. ممكن تكرار التمرين 10 مرات. آه 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 آه. عادة الألفاظ بالمجمل بالعربي بقول قول آه، هذا له علاقة، وفي بتقول 44، هذا له دور قديش بالحبال الصوتية بتعطي أكثر طاقة، أكثر طاقة باللفظ بتكون لما نقول 44، وهون آه عادة بتنشط كتير سقف الحلق وبتنشط العضلات الوجنية. آه طبعا لشد محيط الوجه عادة هذا التمرين ممكن يوضع البنصر جوا، يعني بدك توضع البنصر، تحاول تضغط للأعلى سوري للخارج، فيما انه تحاول تسكر تمك. هذا كتير بنشط العضلات حول الفم. طبعا لتجنب الذقن المزدوج يمكن استعمال اللسان لرفع سقف الحنك في الوقت نفسه، شد الفك السفلي الى الامام. هلا هذا التمرين شافوا كثير انه بيضغط على الغده، بنشط كثير افراز هرمون النمو من النخامه. نضغط بسقف الحلق، سقف باللسان على سقف الحلق، وبالوقت نفسه عم نحاول شد الفك السفلي الى الامام. طبعا كل التمرين لازم يتكرر 10 مرات. رح ارجع اذكركم هون كريم مش رح حط، ولكن هذه المنطقة تدلك بالبنصر طريقة لولبية بشكل هالات. ممكن نستخدم السبابة والوسطى للضغط أو بهذا الشكل. حكينا عن هذه التمرين بيوصل من تي 1 لتي 4، ممكن يكون بهذا التربيط بهذا الشكل. كان قبل حطيت أنا شوية كريم، رجعنا للبيبانتين، حطيت أنا شوية كريم وعملنا بهذا الشكل لتنشيط الدورة الدموية، ونخلي امتصاص الكريم كتير يكون. هلا ممكن يكون التربيط بهذا الشكل، بهالمنطقة بهالمنطقة هالمنطقة هيك هيك. وحكينا عن تي 1 ل تي 1 تي 2 تي 3 تي 4، او تي 1 للاس 1 تي 1 للاس 1. ممكن مثل ما حكينا لنوصل هيك. هذا يعتمد على تصريف اللمف كتير، وممكن بهذا الشكل. طبعا او تربيط او تربيط او تربيط. حكينا الضغط هون مهم. كل مرة بحاول أدملكم شيء جديد. هذه طرق التدليك، قلنا قد يكون الضغط
طبعا اكيد هن السلاميه الاخيره من الاصابع، او قد يكون بشكل لولبي، قد يكون بشكل لولبي، او هون تقريبا معظمهم هيك، او تربيد. عاده انا ممكن تعملوا هذه الحركه اذا حابين شوي تنشطوا الدوره الدمويه كمان بالرقبه. هيدي معظم التمارين. بالنسبة للتمارين اللي تشبه الفرعوني عادة بالمجمل، رح نوضع الراحتين بهذا الشكل ونحاول نقرب، نحاول نقرب الرأس إلى الأمام. طبعا الكاميرا ما بقدر بعد أكثر، في كتير بيساعد على تنشيط عضلات العنق بهذا الشكل وبهذا الشكل. رح أقدم لكم شيء هون. عادة الابتسام، حاولوا ابتسموا دايما، الابتسام بحرك كتير من عضلات الوجه، بحرك لي تقريبا 17 عضلة، فابتسموا دايما. ممكن نعمل هذه الحركة او اي او اي او اي او اي او اي او اي، تمام. طبعا ممكن هاي كتير بتساعد تقوي عضلات مح الفم ومحاول الفم، يعني نبتسم ونظهر الاسنان كلها حتى سقف الحلق، حتى هذا كتير ساعد. او اي او اي، وعندي هذا الشكل، ابتسم اظهر الاسنان، ابتسمي اظهر الاسنان، هذا الشكل. وهذا التمرين حكيته من قبل، بيسموه تقريبا حركة السور. بالمجمل رح ارجع انا، مش رح اقدر احط كريم كتير، ولكن بسلسلة تمارين جديدة هلا دلكي بنعومه جانبي العينين من اعلى لاسفل حتى حدود الجبين. ثبتي اصبعين بين الحاجبين ودلكي من اعلى الى اسفل، ثم بحركة دائرية. دلكي منطقة ما بين الحاجبين بالعرض، دلكي منطقة ما بين الحاجبين بالعرض ابتداء من الوسط وتبعا لخطين الحاجبين حتى الصدغين. هذه تمارين ثلاثة مخصصة لنزع التجاعيد حول العينين. اذا لما بدي دلك انا هذه، طبعا انا كنت قايل لكم تمرين S1 S2 S3، هذا التمرين من هون بيكمل هيك، هاد بيساعد كتير الكراوس فيت، تجاعيد قدم الغراب. هاي كمان بنعمل لها بوتوكس او الاستطبابين او ثلاث استطبابات بدت. بالنسبة للبوتوكس بالناحية التجميلية هي الجلابيلا المقطب وتجاعيد الجبهة وما حول العين. بالنسبة للتمرين الثاني حكيت، وهذا الشكل للخدين. كمان في ثلاث تمارين، تثاءبي وافتحي فمك الى اقصى حد والفضي حلف او مع فتح الفم جيدا. او هالشكل كتير بيساعد. بالنسبة بحركة من اسفل، بحركة التمرين بحركة من اسفل الى اعلى، دلك الخدين بنعومة دايما. عادة قلنا هذا بيساعد يخفف الدهن الموجود هون اللي لازم ما ننحقن فيلر. بالنسبة ل اجمعي شفتيكي، شدي فمك الى اقصى حد الى اليمين، استرخي ثم الى اليسار. هاد كتير بيساعد يخفف النيزوليبيال،
بخفف نحن هون الساد سمايل، وبخفف لي بيقوي لي عضلات ما حول الفم. بالنسبة للفم لازم نقرص هذه المنطقة لنخفف تجاعيد اللي بتكون مثل أشعة الشمس حول الفم. بالنسبة للنيزوليبيال بهالإصبعتين من أسفل إلى أعلى. بالنسبة للعنق حكيت كتير عن العنق، في ده كذا طريقة ممكن يكون بهذا الشكل. جبين كمان حكيت عنه كتير. بالنسبة ل تقريبا مساج الوجه، عادة مثل ما حكينا ممكن نستخدم زيوت، ممكن نستخدم كريمات. بعده مش رح في احد الزيت الزيوت اللي رح نستخدمه ذو رائحة زكية. في نوع تاني بخفف الالتهابات لنقول او الحكة بالفروة، وهدون اللي بنصحكم تستخدمون بعد اذا استخدمتوا زيت المكدوس. بالنسبة للتدليك بالنسبة للرقبة والعنق، تدلك بالنسبة للرقبة والعنق لجمال العنق وعدم تجاعده. تدلك العضلات براحة اليدين من الأعلى إلى الأسفل، بدءا من عظم الفك إلى نزولا عند عظم الرقبة فالعنق. تعاد العملية مرتين من اليمين والشمال عادة بالمجمل. مش راح غير لكم إياه عن هذا الشكل. الذقن المزدوج، تضغط الذقن المزدوج بأطراف الأصابع وتشد بحركة خارجية بكلتا يدين مع ملامسة الفكين نحو قاعدة الأذن. تتحرك اليدان في آن واحد، ويعاد هذا التمرين 3 مرات. نبدأ بهذا الشكل بيساعد كتير، وبعدين نقرص لفوق. نبدأ من عند الفك نطلع للأعلى. بالنسبة لجوانب الفم، تدلك جوانب الفم من زاويتيه الخارجيتين صعودا حتى أسفل الأنف. بالنسبة لزاوية العينين، تدلك عظمة الوجنين تدلك عظمة الوجنتين العليا وأطراف العينين الخارجية بواسطة أطراف الأصابع بحركات متتالية من زاوية العين الخارجية إلى الصدغين نحو الأعلى مع الضغط بعد الشيء عادة بالمجمل. وفي هذه الحركة كمان اللي حكيناها قبل، هي هون تقريبا كراوز فيت. فعادة قلنا تي واحد تي اتنين تي تلاتة تي اربعة، وعندي تي واحد اس واحد تي واحد اس واحد. ممكن نكمل من الاعلى لهذا الشكل، وممكن اعكسهم اس واحد اس اثنين اس ثلاثة، تصير اس ثلاثة اس اثنين اس واحد اس ثلاثة اس اثنين اس واحد. طبعا عند الرجال يفضل بهذا الشكل، عند النساء يفضل بهذا الشكل، لانه الرجال ما كتير لازم نرفع الزاوية حتى بالبوتوكس. إذا برجع تاني مرة، بالنسبة ل بحط شوية ترطيب تدليك للمنطقة هاي بيساعد كتير، بخفف لي النيزوليبيال. بالنسبة للجبين هلا، بالنسبة تمارين المنطقة المحيطة بالجفون، تمارين المنطقة المحيطة بالجفون هاي رح اختتم فيها انا، لانه
الفيديو تقريبا قارب 1 ساعة، تمارين المنطقة المحيطة بالجفون. من المعروف أن المنطقة المحيطة بالعيون، سوري، تمارين المنطقة المحيطة بالعيون اللي هي تمارين الجفون. من المعروف أن المنطقة المحيطة بالعيون هي أضعف مناطق الوجه وأرقها فشل، لذلك فالتجاعيد تظهر بها أولا، وهذا التمرين يساعد في تقوية العضلات في هذه المنطقة ويساعد على ضخ كميات أكبر من الدم في أنسجتها، وكذلك تقوية الجفون ومقاومة الانتفاخات. تمرين يمكن أن تؤديه في وضع الجلوس أو النوم. ضعي إصبعك الوسطى، هذه الإصبع الوسطى، ضعي إصبعك الوسطى على جانبي الأنف بين الحاجبين، وضعي سبابتك عند زاوية العين الخارجية، ثم ركضي نظرك على الجفن السفلي حتى تشعري بنبض العين، بنبض عضلة العين الخارجية. كرري عملية الشد والإرخاء تقريبا بهذا الشكل. كرر عملية الشد والإرخاء 10 مرات مع التركيز على العضلة الخارجية في كل مرة. بعد ذلك وأثناء النظر إلى الجفن السفلي، أغلق عينيك مع الضغط بقوة والعد حتى رقم 40. عدوا معي. طبعا هذا هو التمرين الأول، تمرين لشد جلد الفكين. إذا مارست هذا التمرين بانتظام سوف تتمكنين من شد الجلد المرتخي الذي يحيط بمنطقة الفكين. اجلسي وافتحي فمك ولفي الشفة السفلى إلى الداخل بقوة، واستخدمي هذه الزوايا استخدمي هذه الزوايا لفتح وأغلاق الفكين في حركات بطيئة، وفي كل مرة ضعي يديك على جانبي وجهك وارفعي ذقنك إلى الأعلى. ارفعي ذقنك إلى الأعلى عادة حتى يميل الرأس، كمان من ميل الرأس للخلف. تمارين لخطوط الأنف والفم. طبعا بقي لنا 3 تمارين، وفي عندي تمرين كمان للرقبة والذقن. تمارين لخطوط الأنف والفم، هذا التمرين يساعد على محو التجاعيد التي تتكون على جانبي الفم وصولا إلى الأنف. اجلسي في وضع مستقيم، افتحي فمك حتى يصير شكله بيضاويا، ثم شدي زاويتي الفم إلى أعلى كأنك تبتسمين. واصلي الضغط بشفتك العليا على أسنانك مع الضغط بها إلى أسفل بقوة. طبعا تمرين للشفتين، إذا مرنت العضلات المحيطة بفمك سوف تبدو هذه المنطقة أكثر شبابا وقوة وتماسكا. هذا التمرين يساعد على زيادة مساحة الشفتين ومحو الخطوط التي قد تكونت حولهما. أغلقي شفتيك دون أن يلمس فكك العلوي فك السفلي، ضعي السبابة على الشفة السفلى ثم أضغطي الشفتين معا، وتخيلي أن سبابتك هي طرف قلم تريدين تهشيمه. اسحبي إصبعك ببطء لاضطري شفتيك المزمومتين للخروج معه حتى تشعري بألم خفيف. كرري التمرين إلى الداخل والخارج مستخدمة طرف إصبعيك 30 مرة. إذا نغلق الشفتين دون الفك العلوي، ما بيغلق الفك السفلي. ضع السبابة على الشفة السفلى، اضغطي الشفتين معا، تخيلي أن شفتيك هي طرف قلم تحاولين تهشيمه. يعني بالنسبة للجبهة يساعد على محو تجاعيد الجبهة. مارسي في وضع الجلوس أو النوم. ضعي سبابتك السبابة، هذا مكرره أنا كتير. ضعي سبابتك بالعرض أعلى الجبهة في اتجاه موازين لخط حاجبيك، شدي الإصبعين إلى أسفل قليلا، وأثناء الشد ارفعي حاجبيك إلى أعلى وضعي الجلد. لازم نرفع هذا التمرين، حكينا من قبل كتير. آخر تمرين حاج اليوم بكفي تمرين. إذا مارست هذا التمرين بانتظام يمكنك من التخلص من تجاعيد الرقبة والذقن عن طريق تقوية العضلات في هذه المنطقة. اجلسي منتصبة الظهر، ارفعي ذقنك إلى الأعلى
ضمي شفتك، ضمي شفتيك وابتسمي فقط بالشفة العليا، كأنك عم تمسخري يعني، أو كأنك عم تتمسخر. ضعي إحدى يديك عند قاعدة الرقبة وشدي بها الجلد إلى أسفل بقوة، ثم لازم نرجع. حكيت عنه تمرين سابق مشابه. هاد كان الفيديو اليوم، خلاص بكفي. هاد كان الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. رح أحكي بعدين عن طرق طبيعية للعناية بالبشرة بفيديو لاحق. الفيديو اللي بعده اللي بده يكون اليوم هو عن نوع الزيوت اللي ممكن أنا استخدمها، نوع الزيوت اللي ممكن أنا استخدمها بعد زيت المقدوس، لأنه ممكن يعمل شوية حكي وممكن يكون مزعج. هاد كان الفيديو. بليز إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس. كان معكم دكتور باسم، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، ما عجبكم ديسلايك.